وتنفيذا للترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والدول الشقيقة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في شهر أكتوبر من العام الماضي، تم اليوم التوقيع على الترتيبات المالية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة، وذلك بمبنى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدولة الكويت. وقد قام بالتوقيع معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية. يأتي توقيع هذه الترتيبات المالية بين البلدين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات أخوية وثيقة، وتعزيزا لعلاقات التعاون والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية لتحقيق هدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي بما يعكسه إطار الميزانية العامة للدولة للفترة 2019 و2022. يذكر أن مملكة البحرين قد قامت في وقت سابق بالتوقيع على اتفاقيتين للتعاون المالي بين كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر 2018.